يا عم الحاج. يا باشمهندس. يكون عندك في العيادة وكشفت عليه وتديله الروشتة يقول لك شكرا يا باشمهندس. هو ماشي. في مصر كده تبص تلاقي دخل في العيادة وقعد وكشفت عليه وكتبت له الروشتة وبعدين هو خارج يقول لك شكرا يا باشمهندس. كلمة باشمهندس دي يعني ايه شائعة قوي في مصر يعني. بالنسبة لي المحاضرة بتاعت النهاردة فاضل لنا الحتة الصغيرة دي في البرين ستيم اللي هي الايه الميد برين، واتفقنا احنا يعني كلام مكرر وهنمشي عليه بسرعة وهنركز على الحتت اللي احنا ما خدناهاش. بس الميد برين قلنا ان هو حتة صغيرة كده هتوصل ما بين السريبرال هيمسفير وما بين البرين ستيم، اوكي، وبيتقسم الى تو هافز كل واحد منهم سميناه سريبرال، ايه بيدنك، سميناه سريبرال بيدانكل. وهذه السريبرال بيدانكل بتعمل البوسترولاترال باوندري بتاعه حفره صغيره كده سميناها او دايموند سبيس سميناها انتر بيدانكولار ايه فوس. خلاص. بعد كده الميد برين بتاعنا لو ده الميد برين دي البونز دي الميدلا اوبلونجاتا بيبقى في حاجه اسمها الاكويدكت اوف سيلفياس ماشيه في الميد برين، والميد برين بتاعنا اتفقنا ليه انتيرو سيرفيس وليه ايه بوستيرو سيرفيس. وفي الكروس سيكشن الميد برين بيبقى شكله قلنا عامل زي الشورت الصغير كده، وبيبقى ماشي فيه حاجه اسمها الاكويدكت اوف ايه اوف سيرفيس. وقلنا ان في عندك حاجة اريا بتبقى فيها سيلز هايلي بيجمنتد سيلز بالميلانين سميناها يا رجالة سبستانشيا نيجرا، وهذه سبستانشيا نيجرا موجودة في الميد برين في كل اللينس اوف ذا ميد برين، وبتقسم الميد برين لانتيرور بارت سميناه كراس سيريبراي وبوستيرور بارت سميناه ها تيجمنت. السنترال كانال بيبقى حواليها اريا اوف جراي ماتر كده، والاريا اوف ذا ميد برين بيهايند الاكويدكت اوف سيلفيا سميناها تيكتم، وهذا التيكتم بيحتوي على اربع كور اثنين يمين واثنين شمال اللي سميناهم الكوربورا كوادري جيمنا او اثنين سوبيرو كوليكولاي واثنين انفيرو كوليكولاي، اثنين سوبيرو واثنين ايه انفيرو. ماشي كلام. هنا نيجي ناخد الكراس سيريبراي في كل الليفل اوف ذا ميد برين بتبقى واحده، وبتبقى الجيت اللي الفايبرز بتنزل منها من السيريبرال هيمسفير علشان تروح للسباينال كورد، وقسمناها لخمس ميديال وخمس لاترال وثلاث تخماس في النص. قلنا ايه الفايبرز اللي ماشيه في الكراس سيريبراي؟ الميديال فورس ده فيها ايه؟ فرانتو بونتاين. ده المفروض انتوا اللي تسمعوا لي بقى. خلاص؟ واللي في النص كورتيكو سباينال وكورتيكو بالبر. كورتيكو سباينال وكورتيكو ايه بالبا. وفي اللاترال فيفس بقيه الفايبرز اللي هي بتاعه الكورتيكو بونتو سيربيلر باس واي، يعني احنا خدنا الفرانتو بونتاين اتفضل عندي برايتو واوكسيبيتو وتيمبرو بونتاين، يبقى برايتو وتيمبرو واوكسيبيتو بونتاين فايبرز بيمشوا فين؟ في اللاترال فيفس اوف ذا كروس سيريبرا. ده في كل الليفلز. بعد كده الميد برين بتاعتنا بناخد فيها سيكشن عند الليفل بتاعت السوبير كوليكولاس وناخد فيها سيكشن عند الليفل بتاعت الانفيرور كوليكولاس.
لان الميد برين بيحتوي على تو كرينيال نيوكليوي، النيوكليوي بتوع تو كرينيال نيرفز رقم 4 ورقم 3، لان احنا ماشيين من تحت لفوق صح، احنا ماشيين من هنا كده 9 و10 12 و11 و10 و9 في المظله، بعد كده بيبقى فيه 6 و7 و8 و7 و6 و5، بعد كده بنطلع على الميد برين بيبقى فيه عندك كام 4 و3. 4 بيبقى موجود عند الليفل بتاعة الانفير كوليكولوس، و8 و3 بيبقى موجود عند الليفل بتاعة السوبير ايه كوليكولوس. يعني سي ان احنا هناخد ده نقول ان ده موجود عند الليفل اوف ذا انفير كوليكولوس، انفيريور كوليكولوس، لان احنا طالعين من تحت لفوق. حد فاهم حاجة يا جماعة ولا انا مع نفسي؟ معايا ولا انا مع نفسي؟ طيب هنا عند الليفل بتاعة الانفيرو كوليكولوس في النيوكلياي اوف ذا تروكليار نيرف، نيوكلياس بتاعة تروكلي، وفي سبستانشيا نيجرا بس ما فيش ريد نيوكلس، لان الريد نيوكلس موجودة في الليفل بتاعة السوبير كوليكولوس فقط لا غير. التكة الصغيرة اللي انا عايز اعملها هنا ان النيوكلياي بتاعة التروكليار نيرف الفايبرز بتطلع وبتكروس تو ذا اوبوزيت سايد في حاجه اسمها سوبي انفيرو تيجمنتال ديكاستيشن او دورسال تيجمنتال ديكاستيشن، والتروكليار نيرف بيكروس ويطلع للاوبوزيت سايد ويطلع هنا اهو على اللاترال سايد بتاعه الكراس سيريبراي، وقلنا ان ده ذا اونلي كرينيال نيرف ويتش ابير فروم ذا دورسال اسبيكت اوف ذا برين ستيم. الخط الرفيع ده واضح ولا مش واضح؟ ها؟ الناس اللي ورا الخط الرفيع ده واضح؟ القلم الخفيف ده واضح؟ طيب يبقى هنا التروكليار بتاعي الوحيد اللي بيطلع منين؟ من الدورسال اسبيكت اوف ذا برين ستيم، زائد ان هو الكرينيال نيرف الوحيد اللي بيعمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد في حاجه اسمها دورسال تيجمنتال ديكاستيشن. عشان كده لو حصل في ليجن في التروكليار نيرف بيحصل كونترا لاترال، خلاص كونترا لاترال. التروكليار سبلاي المصل اللي اسمها ايه؟ ها؟ سوبيريور اوبليك. سوبيريور ايه؟ اوبليك. سوبيريور اوبليك دي بتعمل ايه؟ داون اند ان، خلاص؟ دي بتحرك العين لتحت ولجوه، خلاص؟ داون اند ايه؟ اند ان. يبقى هنا لو حصل في ليجن بيحصل كونترا لاترال مش ابسي لاترال، عشان النيرف بيحصل له كروسنج في حاجه اسمها دورسال تيجمنتال ديكاستيشن، ويحصل لوس اوف ذا موفمنت داون وورد اند ان وورد موفمنت، ويحصل في حاجه اسمها ديبلوبيا اللي هي دبل اي فيجن. بعد كده لو جينا خدنا في الليفل اللي بعده السوبيريور كوليكولوس، كراس سيريبراي زي ما هي، سبستانشيا نيجرا زي ما هي، اكويدكت اوف سيلفيوس، هنا يبقى في عندك السوبيريور كوليكولوس، هنا يظهر عندي بقى حاجه جديده اسمها ريد نيوكليس، اسمها ريد نيوكليس. وعند الليفل بتاعه السوبير كوليكولوس بيبقى عندك النيرف رقم 3 اللي هو التروكليار نيرف، والتروكليار نيرف بيجي كده اهو ويطلع، نعم اوكيلوموتر، انا كاتب 3 وقلت تروكليار، يبقى هنا بيبقى في عندك الاوكيلوموتور عند الليفل بتاعه السوبير كوليكولاس، ويعدي من الريد نيوكليوس ويطلع في الانتر بيدانكولار فوسا على الميديا سايد اوف ذا كراس سيريبراي. انت عايز ايه بقى مننا في الميد برين يا دكتور جمال؟ كل ده عارفينه. اللي احنا مش عارفينه بقى الكونكشن بتاعه الحاجات الثلاثه الاربع حاجات المحترمين اللي موجودين عندي اللي انت عمال تقول لي عليهم وعرفنا بيهم، انفير كوليكولاس وسوبير كوليكولاس وسبستانشيا نيجرا وريد نيوكليس. ايه الكلام ده وايه الكونكشن بتاعتهم وايه الفانكشن بتاعتهم؟
علشان الدنيا ما تبقاش زحمة مننا قوي، نقول ان ده الانفير كوليكولوس ودي سبستانشيا نيجرا. كل واحدة من الاربعة دولت في فايبرز داخلة فيها اسمها افرنت، وفي فايبرز طالعة منها اسمها افرنت. الكونكشن كتيرة جدا ورخمة جدا، فانا هكتفي بحاجتين داخلين وحاجتين خارجين، هما الموست امبورتانت افرنت والموست امبورتانت افرنت. سبستانشيا نيجرا دي بتبقى فانكشنالي ريليتد تو بيزال جانجلي، والبيزال جانجلي دي كولكشن اوف نيرف سيلز موجوده جوه السريبرال هيمسفير. يعني احنا السريبرال هيمسفير قلنا من بره سريبرال كورتكس ومن جوه المضله، بس هنلاقي جوه المضله بتاعتي دي امبيدد نيوكلياي او امبيدد ماسز اوف نيرف سيلز بنسميها بيزال جانجلي. هذه البيزال جانجليا ليها فيري فيري امبورتانت رول ان ريجوليشن اوف ذا فولنتري موفمنت، الريجوليشن بتاعه الفولنتري البيزال جانجليا. فهنا السبستانشيا نيجرا دي بالرغم من انها مش موجوده جوه السريبرال هيمسفير، ولكن فانكشنالي ريليتد تو بيزال جانجليا. بتبقى كونكتد مع طبعا هنا دي لن تفقد الاتصال مع من تنتمي اليهم. هي تنتمي الى مين؟ الى البيزال جانجليا فانكشنال، خلاص؟ فبالرغم من ان هي ساكنه بعيد شويه، مش ساكنه معاهم في السريبرال هيمسفير، نزلت لتحت وحصل ديسبليسمنت ورحلت الى هي والريد نيوكليس، على فكره الاثنين فانكشنالي ريليت تو بيزال جانجليا، ولكن حصل تهجير ليهم وما سكنوش مع الجماعة بتاعتهم او حجهم في السريبرال هيمسفير، نزلوا شوية عزلوا في منطقة تانية، ولكن لن يفقدوا الاتصال بيهم. فالسبستانشيا نيجرا في خط بقى كده رايح جاي دوام 24 ساعة واتصال لا يمكن ان يتدخل فيه احد ما بينه وما بين البيزال جانجليا، والبيزال جانجليا بنسميها الكوربس استرياتم، كوربس استرياتم، خلاص؟ فهنا بيخش لك على طول حاجة اسمها استرياتو نيجرال فايبرز جاية من الكوربس استرياتم اللي هي البيزال جانجل من فوق، وبيجي لها كمان من السريبرال كورتكس حاجة اسمها كورتيكو نيجرال. يبقى البيزال جانجليا بتاعتك الافرنت بتاعها اتنين سهلين جدا، لان هنا كوربس استرياتم وسبستانشيا نيجرا كده رايح جاي، ففي اتنين فايبرز هيخشوا هيطلع منها اتنين تانيين، خلاص؟ الاثنين اللي هيطلعوا الاولاني اتفقنا ان هو على طول يروح للكوربس استرياتم، يبقى هنسميه نيجرو استرياتم. الثاني بيروح لحاجه اسمها ريتيكولار فورميشن اوف ذا برين ستيم، ريتيكولار فورميشن اوف ذا برين ستيم، وبنسميها نيجرو تيجمنتال، ما بنسميهاش نيجرو ريتيكولار، بنسميها نيجرو تيجمنتال. معايا يا رجاله ولا ما معايش؟ يبقى الاثنين اللي خارجين هتبقى نيجرو استرياتل ونيجرو تيجمنتال، وهذه النيجرو تيجمنتال للريتيكولار فورميشن بتاعه البرين ستيم. يبقى مين دولت يا شباب؟ الاثنين افرنت بتوع البيزال جانج، بتوع سبستانشيا نيجرا. سبستانشيا نيجرا دي لو حصل فيها ليجن هتديك الباركنسونيزم. خدت الباركنسونيزم؟ خلاص؟ باركنسونيزم في الفسيولوجي اكيد ادوهولكم. فهنا دي لو حصل فيها ليجن هتبقى هتديك الباركنسونيزم. تعالى يا عم نطلع على هذا الانفيرور كوليكلوس. يا نعم. الاول اللي هو نيجرا استرياتم ولا
ده كورتيكو نيجرال واسترياتو نيجرال. والقله نيجرو استرياتال ونيجرو تيجمنتال. خلاص نيجرو استرياتال واسترياتو نيجرال اللي هم السكه اللي رايحه جايه ما بين السبستانشيا نيجرا وما بين الكوربس استرياتو. تعالى يا عم نطلع على مين؟ عم الحاج انفيرو كوليكولاس ده. ماشي الانفيرو كوليكولاس ده ريلي ستيشن من الاوديتوري باثوي. فاكرين لما خدنا المره اللي فاتت في الاوديتوري باثوي وقلنا عندك سبايرال جانجليا فنترال اندورسال كوكليار نيوكلياي ترابيزويد بودي لاترال لمنسكس واللاترال لمنسكس بعد كده يروح للميديال جينيكوليت بودي وشويه يروح للانفيرو كوليكولاس. فهذا الانفيرور كوليكولاس هيبقى ريلي ستيشن للاوديت في الاوديتوري باثوي. هياخد كونكشن من مين؟ هيجيله من مين وهيطلع لمين؟ اعتقد يعني اهم واحد واللي ما نساهوش في الافرنت اللي داخلاله ها اول واحد يخش له مين يا رجاله؟ لاترال لمنسكس صح؟ لاترال ايه؟ لمنسكس. وهو بيعمل بلاي رول في حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه اوديتوري ريفلكس او الاوديتوري باثوي. نمره اتنين بلاي فيري امبورتانت رول ان لوكاليزيشن اوف ذا ساوند. في اللوكاليزيشن اوف ذا ساوند. لوكاليزيشن في السورس بتاعت الساوند. يعني انت بتسمع وبتعرف الصوت ده جاي منين. يعني انا دلوقتي وانا بتكلم كده الباب فتح فانا حسيت ان في صوت جاي من هنا. مش قلت في صوت بس لا انا قلت كمان الصوت ده جاي منين. فالحته اللي جاي منها الصوت دي بيبقى الانفير كوليكولاس هو اللي ايه بيحددها. فبيبقى كونكتد مع كده الدنيا هتلخبط. انفير كوليكولاس هيخش له حاجتين وهيطلع منه حاجتين او هيودي الاثنين. هيدخل له من اللاترال لمنسكس وهيخش له من الاوديتوري كورتكس. اوديتوري كورتكس اللي هي موجوده في التمبرال لوب في حاجه اسمها سوبيرو تمبرال جايروس. نطلع على الحته الثانيه السريعه دي ريد نيوكليس. الريد نيوكليس هيجي لها حاجتين وهيطلع منها حاجتين. فاكرين لما نزلنا الاكسترا بيراميدال تراكتس اكسترا بيراميدال تراكت قلنا في حاجه اسمها روبرو سباينال وحاجه اسمها روبرو بالبر. روبرو سباينال وحاجه اسمها روبرو ايه بالبر. وقلنا برضو في حاجه اسمها سباينو روبرال. سباينو ايه روبرال اللي هي جايه منين؟ من السباينال كورد. وبعد كده بيبقى في حاجه اسمها تيكتو روبرال. خلاص جايه من التيكتم برضو للريد ايه نيوكليس. فهنا هيجي لها برضو من السيريبرال كورتكس وهيجي لها من السباينال كورد وهيجي لها من التكتم. يبقى نمرة واحد في الريد نيوكليوس كورتيكو ها بالبا كورتيكو روبرال عفوا. ونمرة اتنين ها سباينو روبرال. هتطلع لك ايه الريد نيوكليوس؟ روبرو سباينال. لا تكتل دي صعبه شويه ما فيش داعي. ونمره اتنين روبرو بالبر. روبرو بالبر دي للكرينيال نيوكلياي او النيوكلياي اوف ذا كرينيال نيرف رقم 5 و7 بس. 5 وايه و7 ماشي كلام. دي هتطلع الروبرو بالبر للنيوكلياي بتاعت رقم 5 ورقم كام؟ 7. والروبرو سباينال هتنزل للانتيرير هورن سيلز اوف ذا سباينال ايه كورد. كورتيكو روبرال طبعا جايه من السريبرال كورتكس وسباينو روبرال جايه من السباينال كورد. تعالى يا عم الحاج للسوبيرو كوليكولوس ريلي ستيشن لحاجه اسمها فيجو سباينال ريفلكس اللي هي الموفمنت اوف ذا ماسلز اوف ذا اي والماسلز بتاعت الهيد والنك
in relation to stimuli. خلاص اي spinal stimulus يعني اي حاجه stimulation يعني light stimulation او stimulation من على ال skin sensor stimulation sudden stimulation تقوم عامله لك حاجه اسمها visual spinal reflex اللي هي movement of the muscles of the head and neck movement بتاعه الاي in relation to a spinal stimuli عشان كده بنسميها spinal reflex. هنا السوبير كوليكولاس بقى طالما ريليتد للفيجن يبقى هيجي له افرنت فروم ذا ريتينا. هيجي له افرنت فروم ذا ذا ريتينا. يبقى نمره واحد فروم ذا ريتينا. نمره اتنين هيجي له من الفيجوال كورتكس. على فكرة اللفندي ده احنا قلنا الافرنت بتاعته ما قلناش الافرنت صح؟ وانتوا ولا حد قاعد ولا افكرني يعني هنا الانفير كوليكولاس قلنا الافرنت بتاعته ما قلناش الافرنت بتاعته. اول افرنت يطلع من الانفير كوليكولاس هيروح لمين؟ منطقي كده وجدعانة كده هيروح لمين الانفير كوليكولاس؟ اللاترال لمنيسكس هيروح للانفيرو كوليكولس وبعد كده الانفيرو كوليكولس عن طريق حاجه اسمها الانفيرو بريكيام اوف ذا انفيرو كوليكولس هيروح على مين؟ على الميديال ولا اللاترال جينيكولات بودي؟ ميديال. خلاص هيروح على مين؟ يبقى اول واحد هنا هو ما تنسوهوش في الافرنت ميديال جينيكولات بودي. ماشي الكلام؟ الانفيرو كوليكولاس بتاعك بيدي كمان للانفيرو كوليكولاس اوف ذا اوبوزيت سايد وبيدي للسوبيرو كوليكولاس علشان عن طريقه بيعمل حاجه اسمها تكتو سيريبيلر وتكتو سباينال. مش عندنا تكتو سباينال وتكتو سيريبيلر؟ خلاص فهنا الانفيرو كوليكولاس بتاعك مش هو اللي بيروح ده التكتم كله الانفيرو والسوبيرو عن طريق السوبيرو هو اللي بيروح للايه للسيريبيلم. عشان كده الانفير كوليكولاس بيروح للانفير كوليكولاس اوف ذا اوبوزيت سايد ويروح للسوبيرور كوليكولاس اوف ذا سيم سايد علشان عن طريقه يوصل للسباينال كورد ويوصل للسيريبيلم عن طريق تكتو سباينال وتكتو سيريبيلر. حد معايا ولا مش معايا؟ نعيد تاني. الانفير كوليكولاس هيريسيف افرنت من لاترال لمنسكس اول واحد والاوديتوري كورتكس نمره اتنين. هيودي ليه اول واحد ميديال جينيكولات بودي عشان نكمل فيجوال باس واي. بعد كده يروح للانفيرو كوليكولاس الناحيه الثانيه ويروح للسوبيرو كوليكولاس. ليه يروح للسوبيرو كوليكولاس؟ عشان يوصله للسباينال كورد وللسيريبيلم وتعمل تراكت اسمها سباينو تكتو سيريبيلر وتكتو سباين. ماشي الكلام يا رجاله؟ يبقى هنا نمره اتنين سوبيرو كوليكولاس وانفيرور كوليكولاس. يبقى هنا لما نرجع تاني معلش للسوبيرو كوليكولاس هيجي من الريتينا ومن الفيجوال كورتكس وهيجي له برضه من السباينال كورد سباينو تكت. بس احنا قلنا كفايه هنكتفي باتنين عشان ما نزودش عليكم الاسامي. هيطلع لمين بقى؟ نمره واحد تكتو سباينال. تكتو سباينال. نمرة اتنين لاترال جينيكولات بودي عشان الفيجن بيروح لللاترال جينيكولات بودي والاوديشن بيروح للميديال جينيكولات بودي. وعلى فكرة الاتنين كولوكيولاي دولت تفتكروهم كده اتنين سوبيريور واتنين انفيريور. السوبيريور للعين والانفيريور للودن. مش عينك اعلى من ودنك صح؟ يبقى تاخد العالي للعين واللي تحت للودن. يبقى السوبيريور بتاع فيجوال باس واي واللي تحت بتاع اوديتوري باس واي. هنا طبعا في كمان افرنت مهم جدا يعني معلش لازم نقوله برضو تكتو بالبر. تكتو بالبر لان هنا هوت احنا فين
الروبرو بالبر بتروح ل 5 و 7، انما التكتو بالبر بتروح للكرينيال نيرف رقم 3 و 4 و 6. 3 و 4 وايه و 6. الكلام ده منطقي ولا مش منطقي؟ ليه منطقي؟ عشان ده في الفيجوال باس واي، صح؟ 3 و 4 و 6 دولت اللي بيسبلاي الاكسترا اوكولار ماسل، والسوبيرو كوليكولاس بيبقى ريلي ستيشن في الفيجوال باس واي، يبقى لازم يبقى انكلودد مع كرينيال نيرف اللي بيسبلاي الاكسترا اوكولار ماسل. 3 و 4 وكام؟ و 6. يبقى في حاجه اسمها تكتو بالبر وفي حاجه اسمها روبرو بالبر. تكتو وروبرو، وفي سباينو بالبر او كورتيكو بالبر. معايا يا رجاله ولا لا؟ يبقى التكتو بالبر هتروح للكرينيال نيرف رقم 3 و 4 و 6، انما الروبرو بالبر هتروح للكرينيال نيرف رقم 5 و 7. والسوبيرو كوليكولاس بتاعك ده بليه رول برضه في حاجه اسمها الفيرتيكال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. فيرتيكال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي، مش انت بتحرك عينيك يمين وشمال؟ خلاص، دي اسمها لاترال كونجوجيت موفمنت، وليها حاجتين او هي نوعين، حاجه اسمها فولنتري وحاجه اسمها انفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. الفولنتري دي بتاعت الفرونتال اي فيلد 1، انما الانفولنتري لاترال كونجوجيت موفمنت بتاعت الاوكسيبيتال لوب، انما في الفيرتيكال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي دي بتاعت السوبيريور كوليكولس. البرين ستيم بتاع الميد برين بتاعك البلاد سبلاي بتاعه هيجي له منين؟ احنا اتفقنا او الصوره اللي احنا لسه ماسحينها معلش من شويه كده، هيبقى في عندك البازلر ارتري، والبازلر بيخلص از تو تيرمينال برانشز او بيديك تو تيرمينال برانشز، واحد اسمه سوبيريور سيريبيلر، واحد اسمه ايه؟ بوستيريور سيريبرال. وهنا البازلر بيديك برانشات كمان، بيديك بونتاين، وبيديك انتيرو انفيرو سيريبيلر، وبيديك لابرينساين برانش رايح للانر اير. فهنا التلاته دولت هما اللي بيسبلاي الميد برين. الميد برين بتاعك بيريسيف الارتيريال سبلاي بتاعه من البازلر ارتري، برانشز فروم ذا بازلر ارتري، برانشز فروم ذا سوبيريور سيريبيلر، وبرانشز فروم ذا بوستيريور سيريبرال ارتري. ماذا يحدث لو حصل ليجن في الميد برين؟ في سندرومز كتيره بتحصل في الميد برين، ثلاثه سندرومز معروفين، واحد اسمه البارينود سندروم، والبارينود ده بيحصل فيه لوس اوف ذا فيرتيكال كونجوجيت موفمنت اوف ذا اي، بس ده صعب شويه علينا. في اتنين سندرومز معروفين جدا في الميد برين، الاتنين بياخدوا الاوكيلوموتور نيرف، بس في واحد بياخد مع الاوكيلوموتور الريد نيوكليس، واحد بياخد مع الاوكيلوموتور الكراس سيريبرال. يعني ايه يا عم الدكتور؟ يعني واحد في ليجن ياخد دول ده بتسميه بينيديكت سندروم. بينيديكت سندروم. ماذا يحدث في البينيديكت ده؟ ها؟ ايه اللي هيحصل؟ خد مين؟ يبقى في عندك باراليسيس اوف ذا اول ذا ماسلز اوف ذا اي اكسبت مين؟ اللاترال ريكتس والسوبير اوبليك. يعني دي هيبقى في ميديال سكوينت ولا لاترال؟ هيبقى في انر، صح؟ لان اللاترال هيبقى في لاترال عشان الانر بتاعت الميديال ريكتس باظت، فيبقى في عندك لاترال سكوينت، وبيحصل في حاجه اسمها اوفسالموبليجيا. اوفسالموبليجيا يعني باراليسيز للمسلز بتاعت العين، خلاص؟ وفي توزس، يعني العين هتقع كده عشان الليفيتور بالبيبري سوبريوريس ماسل، صح الكلام؟ هيحصل فيها باراليز، وهيحصل فيه لوس اوف ذا اكوموديشن لللايت واللايت ريفلكس. ما خدتوش الاوكيلوموتور؟ مش خدتوه مع الدكتور وجيه؟ مع الدكتور مصطفى؟ يبقى البينيديكت بتاعك ده بياخد الاوكيلوموتور مع مين؟ الريدنيو. طب ايه اللي هيحصل في الريدنيو؟ بيحصل كونترالاترال هايبر كاينيزيا. كونترا lateral hyperkinesia. ايه الهايبركينيزيا؟ abnormal voluntary movement. خلاص؟ هي involuntary movement، عفوا. بيحصل في عندك contralateral involuntary movement، يعني بتسميها hyperkinesia.
يبقى في البينيديكت سندروم ده هياخد الاوكيلوموتور وهياخد مين الريد نيوكل. طب لو الاوكيلوموتور بتاعك راح بس مع الكراس سيريبرال هيديك حاجه اسمها ويبر سندروم. حاجه اسمها ويبر ايه سندروم. كونترا لاترال هيميبليجيا مع لوور موتور نيورون ليجن اوف ذا اوكيلوموتور نير. مش هنا احنا هناخد اهم حاجه الكورتيكو بونتو سيريبيلر ما تهمنيش صح، اللي هيهمني مين كورتيكو سباينال كورتيكو ايه بالبر. فهنا بيحصل كونترا لاترال هيميبليجيا مع لوور موتور نيورون ليجن اوف ذا ايه اوكيلوموتور نير. دولت الاثنين سندروم المهمين قوي في الميد برين اللي هم البينيديكت اللي هياخد اوكيلوموتور مع الريد نيوكليوس والويبر اللي هياخد الاوكيلوموتور مع الكراس ايه سيريبرال. خدتوا السيريبيلم في العملي؟ بالنسبة للسيريبيلم اناتوميكال بوزيشن، اين يقع السيريبيلم؟ يا عم سيب الموبايل بتاعك ده بقى، خليك اسمع لك كلمتين مقرفين احسن من القرف ده. ده قرف وده قرف بس ده افيد يعني. اين يقع السيريبيلم؟ في البوستير كرينيال فوسة. خلاص في البوستير ايه كرينيال فوسة. اناتوميكالي لو انت عندك كده البرين ستيم دي هتبقى الميد برين، ده هيبقى عباره عن البونز، دي هتبقى مين مضله اوبلونجاتا، بعد كده السباينال كورد. السيريبيلم موجود في الحته دي زي ما انتم شايفين، خدت كل البوستير سيرفيس اوف ذا بونز والابر بارت اوف ذا مضله اوبلونجاتا، يبقى موجود بيهايند البونز والمضله اوبلونجاتا ولكن سيبريتد من بعض بمين يا رجاله؟ بالكافيتي اوف ذا فورس فنتر. وموجود في البوستير كرانيال فوسة، وفي البوستير كرانيال فوسة في عندي حاجة مغطياه كده اهو اسمها تنتوريوم سيريبيلاي، اسمها تنتوريوم سيريبيلاي. ده فولد من الفولدز بتاعت الديورا. خلاص يعني الديورا ماتر بتاعتك بتبقى عبارة عن تو لاير، اوتر لاير اللي اسمها البريوسيا لير او الاندوستيا لير، وينر لير اللي بنسميها ديورا ماتر بروبر. والديورا ماتر التو لايرز بتوعها اوتر ثابته والانر بتبقى ماشيه فيها ماسكه فيها او فيري ادهيرنت، وبعدين بتسيبها عشان تنزل تعمل فولد وبعدين بتطلع تاني وتلاين الاوتر لاير. الفولد اللي نزل ده بتسميه ديورال فولد، والسبيس اللي حصل ما بين الاوتر والانر او بتوين التو او بتوين الانر لاير بتسميه ديورال ها ساينس، اسمه ديورال ايه ساينس. ماشي الكلام؟ فانا عندي في فولد بينزل ما بين الاثنين سيريبرال هيمسفير اسمه فالكس سيريبراي، وفي فولد بيخش ما بين السيريبرال والسيريبيلم اسمه تنتوريوم سيريبيلاي، وفي فولد بيدخل ما بين الاثنين سيريبيلر هيمسفير اسمه فالكس سيريبيلاي. خدتوا الكلام ده مع مين؟ مع دكتور مصطفى ولا في العملي؟ ماشي الكلام. يبقى هنا هذا السيريبيلم موجود في البوستير كرينيال فوسة قدامه البرين ستيم، بيبقى فوق التنتوريوم سيريبيلاي، بيبقى على اللاترال في حاجه اسمها ترانسفيرس ساينس، وحته كده اسمها ماستويد انترم فتحه كده اهو بتأدي لحاجه اسمها اير سيلز جوه الماستويد بروسيس. في ترانسفيرس ساينس وفي حاجه اسمها ماستويد انترم بيؤدي الى الماستويد بروسيس، ده بيبقى على اللاترال اسبيكت او البوستير اسبيكت اوف ذا ايه سيريبيلم. زي ما حضراتكم خدتوا ان السيريبيلم بتاعي عباره عن اثنين سيريبيلر هيمسفيرز، اثنين سيريبيلر هيمسفيرز بيبقى فيه تعيان، ده سيريبيلم تعبان قوي بس كويس مش وحش والله.
بيبقى كونكتد اكروس الميدل لاين بسيريبيلر تيشو اسمه ايه؟ فيرمس. اسمها ايه؟ فيرمس. وعنده حاجه اسمها انتيرو سيريبيلر نوتش وحاجه اسمها بوستيرو سيريبيلر نوتش. هذا الانتيرو سيريبيلر نوتش بيبقى وايد وشالو عشان بيبقى ريليتد لمين؟ للجماعه اللي نايمين قدامه دولت اللي هم البونز والمضله وبلونجات. وبيبقى ورا في حاجه اسمها بوستيرو سيريبيلر نوتش عشان هذا البوستيرو سيريبيلر نوتش بيخش فيه الديورال فولد اللي هو اسمه فالكس سيريبيلاي. فالكس سيريبيلاي. السيريبيلم بيبقى عباره عن سيريبيلر كورتكس من بره ومضله من جوه، او جراي ماتر من بره ووايت ماتر ايه من جوه. الجري ماتر بتاعتي بتبقى فيها فولدز عالية جدا. ايه ده؟ جري بره وات؟ لا لا، السباينال كورد هو اللي عكس، انما السريبرال والسريبيلر الاتنين واحد. كورتكس من بره ومضلة منين؟ من جوه. بس هنا الكورتكس بتاعتك بتبقى فولدد جامد قوي اكتر من الفولدز اللي بتبقى في السيريبرال هيمسفير. يعني مش زي السلكاي والجيراي، لا ده بتبقى اكتر وتعمل كده زي الطبقات فوق بعضها، بنسميها الفوليا. اسمها ايه؟ فوليا. يعني بتبقى الجري ماتر بره كده، تعرفين عاملين زي الشرايح بتاعه المكيف. بالظبط، شوف الشرايح بتاعه المكيف عامله ازاي، خفيف كتيره كده ورا بعضها، دي زيها كده، والوايت ماتر داخله جواها. حتى بتشبه كده، بيشبهوها بورقه الشجر والفروع بتاعتها، بيسموها حتى اربور فيتي سيريبيلاي. اربور فيتي سيريبيلاي شكل ايه؟ ورقه الشجر كده. المهم السيريبيلر هيمسفير ليه سيرفيس من فوق اسمه السوبيرو سيرفيس، وليه سيرفيس من تحت اسمه الانفيرو سيرفيس. على السوبيرو سيرفيس بتلاقي الاثنين سيريبيلر هيمسفير بينهم اليفيشن من نص من كده، بتسميه سوبيرو فيرمس. اسمه سوبيرو ايه؟ فيرمس. على السوبيرو سيرفيس بيبقى فيه فيشر، فيري بروميننت فيشر. هي فيه فيشرز كتيره بس فيه فيري بروميننت فيشر اسمه الفيشره، ها؟ برايما. مش خدتوا انتوا كده؟ فيشره ايه؟ برايما. كل ما هو امام الفيشره برايما بتسميه الانتيرور لوب، كل ما هو خلف وتحت الفيشره برايما بنسميه ميدل لوب. خلاص؟ في فيشر تاني، مالكم انتوا الاثنين؟ هو قالوا لكم بوستيرور؟ ما فيش حاجة اسمها بوستير، هو ثلاثة لوبس سيريبيلم. قبل ما نشتغل كان المفروض نقول كلمة مهمة قوي. سيريبيلم ايه الفانكشن بتاعته؟ نمرة واحد. لا. إكوليبريم. نمرة واحد ايه؟ نمرة اتنين. كوردينيشن اوف ذا ماسل موفمنت. نمرة ثلاثة. regulation of the muscle tone. ثلاثة. ثلاثة function. يبقى السيريبيلم هيبقى ثلاثة loops. كل loops منهم ليه connection تبقى related للfunction. هنا ده السيريبيلم. خلاص؟ في حتة منه تحت صغيرة كده اسمها folliculus، والفوليكولاس دي ماسكه في حته من الانفيرور فيرمس اسمها نوديول، عشان تعمل حاجه اسمها فوليكيولو نوديولار لوبيول. فوليكيولو نوديولار لوبيول. وهذا الفوليكيولو نوديولار لوبيول الكونكشن بتاعته بتبقى اسمها فيستيبولار كونكشن، وهو اللي ريليتد تو او كونسيرند تو البالانس والايكوليبريم. اسمه ايه؟ فوليكيولو نودولار لوبيول. هذا الفوليكيولو نودولار لوبيول هو اللي بيبقى كونكتد مع الفيستيبولار سيستم والريتيكولار فورميشن والاوليفر نيوكلياي،
والتلاتة دولت اللي هي reticular formation والvestibular والoliver النيوكليي دولت اللي بيعملوا الإكوليبريم. يبقى ده لوب واحد اسمه follicular nodular lobule. بعد كده في لوب تاني في فيشر هنا اسمه الفيشر برايما، في لوب اسمه الانتيرور لوب، وهذا الانتيرور لوب بيسموه الباليو سيريبيلم، اسمه باليو سيريبيلم، والكونكشن بتاعته بتبقى مع السباينال كورد اسمها سباينال كونكشن، وهو اللي بيبقى كونسيرند ويز ذا ريجوليشن اوف ذا ماسل تون. اللوب الثاني بيبقى ده الميدل لوب، وهذا الميدل لوب بيبقى كونسيرند مع كوردينيشن اوف ذا ماسل موفمنت، زائد ان هو بيبقى كونكتد مع السيريبرال هيمسفير، علشان كده بتسميه نيو سيريبيلم، اسمه نيو ايه سيريبيلم. يبقى بص يا رجاله معلش خليكم معايا، فانكشنالي السيريبيلم ثلاثة لوب، واناتوميكالي السيريبيلم ثلاثة لوب. اناتوميكالي انتيرو لوب كل ما هو انتيرو تو فيشر برايم، ميدل لوب كل ما هو خلف وتحت الفيشر برايم. بعد كده لما نيجي نقلب السيريبيلم هتلاقي الاثنين سيريبيلر هيمسفير بيبقوا من تحت الانفيرو سيرفيس بتاعه، بيبقى فيه سبيس، هذا السبيس بتسميه فاليكولا، وهذه الفاليكولا تحتوي على حاجه اسمها الانفيرور فيرمس، والانفيرور فيرمس بنقسمه الى اربع حتت، نيديول ويوفيولا وبيراميد وتيوبر. خلاص، في حته صغيره هنا اسمها الفوليكولاس، والفوليكولاس بتبقى كونكتد مع هذا النيديول بسيريبيلر تيشو، علشان الاثنين مع بعض يعملوا لك حاجه اسمها الفوليكيولو نودولار لوبيول. على البوث سايدز اوف ذا انفير فيرمس في حته اليفيشن كده كورتين اسمهم ايه تونسيلز اوف سيريبيلر. الثلاثه اناتوميكال لوب مين يا رجاله؟ انتيرور وميدل وفوليكيولو نودولار لوبيول. تعالى فانكشنالي بقى، فانكشنالي ثلاثة لوب برضو. الفوليكيولو نودولار لوبيول، فوليكيولو نودولار ايه لوبيول ده قلنا هيبقى كونكتد مع الفيستيبولار ابريتاس، وبيبقى كونسيرند مع بالاكوليبريم، وهنسميه اركي سيريبيلم. هنسميه ايه يا شباب؟ اركي سيريبيلم. وهذا الفوليكيولو نودولار لوبيول او الاركي سيريبيلم هياخد الفوليكولاس وهياخد النيديول اوف ذا انفيرور فيرمس، وهناخد معاه الموست انتيرور بارت اوف ذا سوبيرور فيرمس الذي يدعى ها ما خدتوش في العملي لينجولا. الموست انتيرور بارت بتاعك في السوبيرور فيرمس اسمه ايه لينجولا. يبقى الاركي سيريبيلم بتاعك هيبقى عباره عن الفوليكولو نودولار لوبيول زائد اللينجولا. اللوب الثاني الفانكشنالي بنسميه باليو سيريبيلم، وهذا الباليو سيريبيلم هياخد مين؟ هياخد كل الانتيريور لوب اكسبت اللينجولا، اكسبت مين؟ وناخد معاهم اليوفيولا والبيراميد. دي البيراميد المفروض الاول بيراميد عفوا بعدين يوفيولا. ده اسمه ايه يا رجاله؟ باليو سيريبيلم. يبقى هناخد الباليو سيريبيلم الانتيرو لوب زائد البيراميد واليوفيولا، وهذا الكونكشن مع السباينال كورد اسمها سباينال كونكشن، وده هيبقى كونسيرند مع الماسل تون. نمره ثلاثه اسمه نيو سيريبيلم، اسمه نيو ايه
سيريبيلم. يبقى هيبقى كل نيو سيريبيلم بعد كده كله هتاخد الميدل لوب اكسبت البيراميد والايه واليوفيل. خلاص مع البيراميد واليوفيل مش هناخدهم لان دولت موجودين برضو فين في الميدل لوب. وهذا النيو سيريبيلم كونسيرند مع الكوردينيشن اوف ذا ماسل موفمنت لان الكونكشن بتاعته كورتيكال ايه كونكشن. الاستراكشر بتاعت السيريبيلم بتاعك هتبقى من بره على ما نحن عليه بس من جوه هذه اللي حضرتك زادوا شويه كتير هم الحلين يعني نص الاقل من نص يعني يعني بس يعني هم شويه يعني يعني السيريبيلم بتاعنا يا شباب معلش انا يعني حاسس ان انا بدي بسرعه بس عشان مش عارف في عندكم محاضره مين برضو تميس من بره هيبقى فيه كورتكس ومن جوه هيبقى فيه مين ميدلا. الكورتكس بتاعك بيبقى كام لير؟ 3 لير. خدتوها ولا ما خدتوهمش؟ بيبقى فيه 3 لير. اللير الاولانيه فيها حاجه اسمها موليكولار سيلز، الثانيه فيها الباركينجي، الثالثه جرانيولر، ودي بحفظها ماي بيرسونال جاردن. خلاص ماي بيرسونال جاردن الفيرست لير موليكولار، الثانيه هتبقى الباركينجي، الثالثه هتبقى عباره عن الايه الجرانيولر وفيري كومبليكيتد بقى وحاجه تقرف كده ودي بتطلع ودي بتنزل ودي موسي فايبر وكلايمنج فايبر ومش عارف بتوع الفسيولوجي بقى دخلوا في الحاجات دي ولا لا وانا مش هضيع نفسي ولا اضيعكم بيها. الانر بقى المظله فيها حاجه اسمها النيوكلياي اوف ذا سيريبيلم. خلاص السيريبيلم في ثلاثه نيوكلياي اللي هم بيدوك الافرنت بقى. ها الافرنت بتاعت السيريبيلم بتطلع عن طريق ثلاثة نيوكلياي from the lateral to the medial. واحدة ليها سنون، واحدة كده طالع لها فك واسنان بنسميها ها دينتيت، اسمها دينتيت نيوكليس. واحدة ميديال ليها اسمها امبيلو فورم او الامبيلو امبيلو فورم. التالتة اسمها الجلوبوز. الرابعة اسمها ايه؟ ها؟ ما خدتوش الكلام ده؟ فاستيجي. يبقى في الدنتيت نيوكلياس امبيلي فورمي نيوكلياس الجلوبوز والفاستيجي نيوكلياس دول أربعة نيوكلياي. Don't eat greasy food. Don't eat greasy food. Don't dentate eat امبيلي فورمز greasy جلوبوز food اللي هي الايه الفاستيجي. دولت النيوكلياي بتوع الايه السيريبيلم. دولت اللي بيطلع منهم الافرنت. طب السيريبيلم بتاعك بيبقى الباس واي بتاعته بتبقى داخله يا اما خارجه عن طريق الثلاثه باندلز الكبار بتوعنا اللي هم لو فاكرين كان اسمهم ايه؟ سيريبيلر بيدانكلز. سيريبيلر بيدانكلز هيمسك المضله والميد برين والبونز مع السيريبيلم عن طريق ثلاثه بيدانكلز. هنا هيبقى في عندك انفير سيريبيلر بيدانكل، هنا هيبقى في عندك ميدل سيريبيلر بيدانكل، هنا هيبقى في عندك مين؟ سوبير سيريبيلر بيدانكل. فاكرين الكلام ده في الانترودكشن؟ كل سيريبيلر بيدانكل يا رجاله في افرنت وفي افرنت ما عدا الميدل افرنت فقط لا غير، ولا يوجد في افرنت لان ده فاكرين قلنا اللي هو الكورتيكو بونتو سيريبيلر.
ينزل من السيريبرال كورتكس يروح للبونتاين نيوكليوي كروس الاوبوزيت سايد يطلع ويتجمع يعمل لك الميدل سيريبيلر بدانك. لا لسه بدري. ولا عشان بتاع الفسيولوجي واقف له بره يعني. ما انا اروح اجيب بتاع الاناتومي بتاعنا هنا. ها؟ في ايه؟ هو جه؟ لسه بدري. هو اللي جاي من هنا؟ يا عم لسه بدري يا عم. قول له خمس دقايق، قول له خده فسحه ها. بص يا شباب، الميدل سيريبيلر بدانكل بتاعنا قلنا بس ده هيبقى عباره عن ايه؟ ها؟ افرنت بس، مفيش افرنت. عفوا ده افرنت بس مفيش افرنت. افرنت بس اللي هو ايه؟ كورتيكو بونتو سيريبيلر. ماشي الكلام؟ الانفير سيريبيلر بدانكل بقى ده يعني ما شاء الله سكه طالعه داخله ما شاء الله، يعني الزباين بتاعته كتيره قوي. ايه؟ مش هو مش الافرنت هو اللي داخل؟ انا قلت ايه؟ بحبش اشرح اندر ستريس. بقلب الاكستنسور فليكسور والفليكسور اكستنسور، بقلب الفنترال دورسال والدورسال فنترال، بتبقى حالتي بالبلا. بحب اشرح في ريلاكسيشن كده. مع السلامه. يبقى ابعت لنا بس تويتايه صغيره كده. اللي داخل افرنت واللي خارج افرنت، يبقى ده افرنت ما فيهوش افرنت. انا قلت غلط؟ قلت افرنت مش كده؟ ما هو الافرنت اللي داخل والافرنت هو اللي خارج، صح الكلام؟ في الانفيرير سيريبيلر بدانكل ماليش دعوه، الافرنت والافرنت. الافرنت عد بقى ما شاء الله زي ما انت عايز، اي حته تخطر على بالك وديها للسيريبيلم هتمشي. بس في تراكت مهمه جدا كانت بتخش، او اتنين تراكس مهمين الاول بيخش السيريبيلم على طريق الانفيرير سيريبيلر بدانكل، الا وهم بوستيرور سباينو سيريبيلر تراكت والكونيو سيريبيلر تراكت. بوستيرور سباينو سيريبيلر والكونيو ايه؟ سيريبيلر. بعد كده خد عندك بقى فيستيبيولو سيريبيلر وريتيكولو سيريبيلر وسباينو سيريبيلر واوليفو سيريبيلر. خلاص؟ كل دول بيخشوا. بيطلع منه زي ما دخله. يعني طلع لك بقى سيريبيلو ريتيكولر، سيريبيلو فيستيبيولر، وسيريبيلو اوليفري، وسيريبيلو سباينال. كل دول عن طريق الانفير سيريبيلر ايه؟ بدنك. السوبيرو سيريبيلر بدانكل بقى فيه اتنين مهمين قوي داخلين واتنين مهمين قوي خارجين. معلش انا عارف ان انا النهارده كلها فايبرز داخله وخارجه ومصيبه سودة، معلش. في اتنين داخلين واتنين خارجين. الاتنين اللي داخلين اهم حاجه، اهم واحد بصراحه داخل الافرنت، فاكرين فنترال سباينو سيريبيلر تراكت. فنترال سباينو سيريبيلر. خلاص بتاعه البروبروسبتيف سنسيشن والاكسيروسبتيف ايه سنسيشن، صح. الثانيه ايه بقى؟ سرور ان انا نسيتها. ايه؟ تكتو سيريبيلر. جايه منين؟ من السوبيرور والانفيرور كوليكولون. تكتو سيريبيلر اللي خارج بقى حاجتين مهمين للريد نيوكليوس، هتسميها سيريبيلو روبرال. سيريبيلو ايه؟ روبرال. وواحده رايحه للسالاموس، فبدل ما نسميها سيريبيلو سلاميك، في طالعه هي اساسا من الدنتيت نيوكليوس، فبنسميها دنتيتو سلاميك. وفي رايح بقى للريتيكولار فورميشن ورايح لمش عارف مين. فدول اللي ايه؟ الاثنين المهمين اللي داخلين والاثنين المهمين اللي خارجين في السوبير سيريبيلر بدانكل. السيريبيلم بتاعك الارتيريال سبلاي بتاعه عن طريق ثلاثة ارترز. طريق ثلاثة ايه؟ ارترز. واحد يدي السوبير سيرفيس واثنين يدوا الانفيرور سيرفيس. سوبير سيريبيلر من فوق واثنين من تحت، انتيرو انفيرور وبوستيرو انفيرور. يعني الانفيرور سيرفيس ياخد من الانتيرو بارت وبوستيرو بارت. انتيرو انفيرور من البازلر
بوستيريور انفيريور سيربيلر من الفيرتيبرال ارتري. ها الفين سوبيريو سيربيلر فين وانفيريو سيربيلر فين؟ السوبيريو سيربيلر فين يروح لحاجه اسمها الستريت ساينس وانفيريور بتروزال ساينس. الانفيريور سيربيلر فين يروح للستريت ساينس والاوكسيبيتال ساينس. يعني سوبيريو وانفيريور سيربيلر فين بس الفينز بقى هتروح للساينسز. مين الساينسز اللي قريب جنبك؟ في عندك الستريت ساينس وعندك الترانسفيرس ساينس وعندك اوكسيبيتال ساينس وعندك حاجه اسمها انفيريور بتروزال ساينس. ماذا يحدث في الليجن اوف ذا سيربيلم؟ معلش مش مشكلة الراجل طيب ومستني، انت مالك يعني؟ انت اللي تعبان له، هو الراجل اللي يزعل مش انت اللي تبص لي في الساعة. السيربيلم بتاعنا لو حصل فيه ليجن ممكن يبقى فيه في النص، الليجن في النص او في اللاتر، في الفيرمس او في السيربرال سيربيلر هيمسفير نفسه. ففي حاجة اسمها فيرمال سندروم او اركي سيربيلر سندروم، وفي في اللاترال اللي بتسميها نيو سيريبيلر سندروم. فاهمين حاجة؟ الفيرمس في النص هو اللي بيبقى concerned with the equilibrium، اللاترال بيبقى concerned with coordination of the muscle movement with tone of the muscle. يعني لو حصل في فيرمال ليجن بيبقى اسمها اركي سيريبيلر سندروم، وهنا بيحصل في disturbance في الإكوليبريم، خلاص؟ ويحصل في swinging during الووكينج وستاجرنج ديورنج الووكينج والتندنسي تو فول، يعني هيقع، خلاص؟ انما لو حصل في السيريبيلر هيمسفير نفسه هيكونترول ذا سيم سايد اوف ذا بودي، وبيحصل فيه ثلاث حاجات اسمها نيو سيريبيلر سندروم. في ثلاث حاجات بيحصلوا، حاجه اسمها هايبوتونيا، اسينيا and ataxia. هايبوتونيا واسينيا واتاكسيا، هايبوتونيا واسينيا واتاكسيا. هايبوتونيا خلاص مفيش تون، وكان معايا افلام بقى للسيريبيلر، اتاكسيا دي زي الفل ان شاء الله ممكن نوريها لكم، مفيش تون خالص. اسينيا ايزي فاتيجابيلتي اوف ذا ماسل، ويك اند ايزي فاتيجابيلتي. الاتاكسيا سيريبيلر اتاكسيا فيها تريمور، كاينيتيك تريمور غير الاستاتيك بتاعت الباركنسونيزم، فيها تريمور، فيها ديسميتريا، هايبو او هايبرميتريا، يجي يعمل كده ما يجيبش مناخيره، يعمل كده ما يجيبش مناخيره، تقول له حط رجلك كده اهوت ما يعرفش يجيب، خلاص اسمها ديسميتريا، يا اما هايبو يا اما هايبرميتريا. في حاجه اسمها ديس ديادو كوجنيزيا، ما يعرفش يعمل كده، ديس ديادو ايه كوجنيزيا. في حاجه اسمها ديس ارثريا اللي هي سبيتش، بيبقى حاجه اسمها الاستاكات وايه سبيتش، وبيبقى في حاجه اسمها نستاجماس اللي هي البندولار موفمنت اوف ذا ايه اوف ذا، كل دول اسمهم ايه سيريبيلر اتاكسيا. شكرا. ام سوري سير، مش كان في واحد تاني؟